طيب هل دخلت قوات الأسد كما أسلف وأعلن التلفزيون الرسمي السوري، هل دخلت مدينة القصير؟ لا لا أبدا، هناك اشتباكات، هناك اشتباكات تجري على أطراف، هناك اشتباكات تجري على أطراف المدينة هذه الاشتباكات. نتمنى لك السلامة أخي، هذه نحن هذه الاشتباكات ما تعانيه، لكن يعني نتمنى لك السلامة ولكل من يعمل معك في الكادر الإعلامي والعسكري، من يقومون بالسير معك في هذه المعارك وتقوم بالسير معهم لتغطيط ونقل أحداث ما يجري في القصير. نحن نعلم جيدا المعاناة التي تعانيها، ونكاد يعني والله تعجز الكلمات عن وصف شكرنا وشكر أهل سوريا جميعهم لك ولكل من يعمل معك على نقل الصورة من القصير بالتحديد.